في المركز العاشر في هذا الأسبوع جاء فيلم الرسوم المتحركة روبي جيلمان تينيج كراكن في أسبوع عرضه الثاني وبمجموع أرباح تجاوزت 11 مليون دولار. وفي المركز التاسع جاء فيلم ديزني ذا ليتل ميرميد في أسبوع عرضه السابع وبمجموع أرباح وصلت لي 289 مليون دولار. Ariel, don't help you. You can't live in that world unless you become a human yourself. Is that even possible? It's what I live for. أما في المركز الثامن فحل فيلم الإثارة والمغامرة Transformers Rise of the Beasts في أسبوع عرضه الخامس وبمجموع أرباح تجاوزت 146 مليون دولار. We find this alone, we find it together. Together. وفي أسبوع عرضه الثالث جاء الفيلم الكوميدي No Hard Feelings في المركز السابع وبمجموع أرباح تجاوزت 40 مليون دولار. Something for me. Why? You tried kidnapping me. You're 19. Grow up. وفي المركز السادس جاء الفيلم الكوميدي Joy Ride في أسبوع عرضه الأول وبأرباح بلغت 5.8 مليون دولار. يتناول الفيلم رحلة أربع صديقات للبحث عن والدة إحداهن في الصين ويتعرضون خلالها لمواقف يتعلمن منها معنى حب الذات. It's a big deal going to your birth country. We used to talk about it all the time when we were little, remember? Grand adventure to find your birth mother. So proud of you. أما في المركز الخامس فحل فيلم Spider-Man Across the Spider-Verse في أسبوع عرضه السادس وبمجموع أرباح تجاوزت 357 مليون دولار. Miguel O'Hara. The whole thing was his idea. What's a guy gotta do to join this spider team? You can never be part of this. Don't even get me started on Doctor Strange and the little nerd back on Earth 1999-99. Come on, go easy on the kid. He had a terrible teacher. Peter. Miles. Mayday. You have a baby? I have a baby. ومتراجعا من المركز الثاني إلى الرابع جاء فيلم الرسوم المتحركة Elemental في أسبوع عرضه الرابع وبمجموع أرباح وصلت لي 109 ملايين دولار. Someday it'll all be yours. But we all live by one simple rule. Elements cannot mix. A pipe squished me all out of shape. Dang. That's better. Oh. وفي أسبوعه الافتتاحي حل فيلم الإثارة والدراما Sound of Freedom في المركز الثالث وبأرباح بلغت 40 مليون دولار. يحكي الفيلم قصة حقيقية لضابط يتخلى عن وظيفته وذلك لإيقاف عمليات اختطاف أطفال من المتاجرين بالبشر. You know we can't go off rescuing Honduran kids in Colombia. Which means she'll disappear for good. Imagine walking into a room right now, seeing an empty bed. What we do? وفي المركز الثاني جاء فيلم الإثارة والمغامرة إنديانا جونز and the Dial of Destiny في أسبوع عرضه الثاني وبمجموع أرباح تجاوزت 121 مليون دولار. You stole it. Then you stole it. And then I stole it. It's called capitalism. وبالمركز الأول حل فيلم الرعب Insidious The Red Door بأسبوع عرضه الأول وبأرباح بلغت 32.6 مليون دولار. حكاية ملحمة جديدة من سلسلة Insidious تدور أحداثها حول جوش لامبرت الذي يواجه كابوس جديد بمواجهة شياطين الماضي بعد انتقاله مع عائلته لمدينة جديدة ليلتحق ابنه دالتون بالجامعة. I'm just trying to push through. Why don't you drive Dalton to college? You still have a few weeks before your students show up, right? Just an idea to reconnect. I know it's been tough with you too. كما ينتظر شباك التذاكر الأمريكي عرض مجموعة من الأفلام القادمة هذا الأسبوع من أبرزها فيلم الإثارة والمغامرة Mission Impossible Dead Rocking من بطولة توم كروز والفيلم الكوميدي Theater Camp.